أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما أنا قلت في المقدمة هنتكلم عن فاكهة محببة لنا جميعا وهي فاكهة الكمثرى. هنتعرف على تاريخ هذه الشجرة، أهم المعاملات الزراعية المتعلقة بها، وهنركز بصفة خاصة اللي المفروض دلوقتي المزارع يعمله بالنسبة لعملية الجمع. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد محمود، مدير معهد بحوث البساتين الأسبق، وهو في الواقع أحد العلماء الأجلاء في مركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حامد، وأنا سعيد يعني بهذه الفرصة اللي هتجمعنا مع حضرتك ومع إخواننا المزارعين يمكن اللي بيتابعوا القناة الرائدة قناة مصر الزراعية. يعني خلينا نبدأ في البداية برضو علشان المشاهدين اللي بيشوفونا، طبعا احنا بيشوفنا كل المواطنين تقريبا، يعني مش بالضرورة المزارعين فقط، تاريخ هذه الشجرة اللي هي فاكهة الكمثرى. الأول بنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية هذه الشجرة زي ما حضرتك يمكن أشرت في المقدمة إن دخلها محمد علي مصر واتزرعت، وكان في منها بعض الأصناف اللي لغاية دلوقتي واخدة نفس الأسماء اللي هي صنف زي صنف الشبرة، لغاية ما دخلت صنف كمثرى اللي كنت مصر. بدأت الزراعة بتاعتها تحديدا تنتشر في المنطقة بتاعت البحيرة، وهنقول أسباب الانتشار في المنطقة ده هي اللي هي البحيرة، وإحنا نازلين من بحر وإحنا نازلين كده. الكمثرى فاكهة من الفواكه المساقطة الأوراق اللي محتاجة حاجتين، محتاجة حاجة بنقول عليها شليونت وحاجة تانية اسمها جي دي اتش، اللي هم ايه بقى بالبلدي كده، محتاجة في الشتاء برد عشان البراعم تستوفي احتياجاتها من برودة وبالتالي تبدأ تظهر في الشتاء، وبتحتاج بعد كده الى دفا يطلع البراعم ده. البرد بنقول على الشليونت او احتياجات برودة، وجي دي اتش اللي هي جروينج ديجري هاورز او وحدات الحرارة اللي بتبدأ احنا نحسبها من اول ما البرعم يبدأ يضرب او يبدأ يحضر ليه التزهير لغاية ما بقطف الحباية من على الشجر، دي ليها عدد وحدات حرارة، ودي علمتنا حاجة هنتكلم عليها في السياق الحديث، ان دي بتفرق معايا في معاد الحصاد بالنسبة لصنف الكمثرى. ده كده يمكن بريف صغير عن الكمثرى ووضعها، لكن هي يمكن في نقطة مهمة جدا. الكمثرى يمكن سنة 1960 كنا بنتكلم في 2300 فدان، كنا بنتكلم في 2.5 طن الفدان كإنتاجية. لما بدأ معهد بحوث البستين وقسم بحوث الفاكهة المساقطة الأوراق اللي بتشرف بإني بنتمي لهذا القسم نشتغل على الكمثرى، يعني يمكن بدأت العملية تبقى فيها مجهود كويس ان احنا ازاي نرفع الانتاجية، ان انا عندي حاجتين، حاجات تتعلق بالانتاجية برفع الانتاجية وحاجات تتعلق بتحسين الجودة. فلما بدأ القسم يمكن سنة 1988 كان العصر الذهبي للكمثرى، نطت من 1988 لأنها نطت من 2500 تقريبا فدان، 2500 فدان لغاية تقريبا في 88 وصلت ل 18300 فدان، ودي كانت فرق كبير. يعني يمكن انا بعت يعني من ضمن الحاجات اللي كنت بعتها للقناة الجدول اللي بيوضح هذا الكلام. بعد كده بعد 88 بدأ يحصل انهيار تام في زراعة الكمثرى في مصر نتيجة لأسباب هنتعلق عليها وحضرتك هنبقى نتناولها خلال الحلقة. بدأت تنزل لدرجة انها نزلت تقريبا ل 4000. خلينا في البداية هي المحافظات اللي هي منتشرة فيها الكمثرى، التقسيمة بتاعتها احنا التقسيمة الحالية اللي موجودة، المساحة الكلية بنتكلم في 13277 فدان، المثمر منها 11845، الانتاج الكلي حوالي 77000 طن و200، المتوسط في الإنتاجية ودي للفدان، يعني الفدان يجيب قد إيه، بنتكلم في 6.5 طن، وهذا الرقم يعني أنا ليه تحفظ على كل الأرقام اللي قلتها، لكن هذه إحصائية قطاع الشؤون الاقتصادية. أنا أتصور إن المساحة الكلية اللي موجودة دلوقتي تتعدى 25000 فدان، والمثمر يتعدى ال 19 أو 20000. يا فندم وإحنا ليه دايما عندنا مشاكل في البيانات؟ ليه عندنا مشاكل في الإحصائيات؟ هو صعب إن إحنا يبقى عندنا داتا سليمة، صعب ان يبقى احنا عندنا ارقام مظبوطة علشان حتى متخذ القرار ياخد القرار الصح؟ ما هو لو ارقام مش مظبوطة وبيانات مش سليمة خلصت.
المسؤول مع الوزير هياخد قرار ازاي، او المسؤول حتى هياخد قرار ازاي. يعني انا الحقيقه عندي تحفظ على البيانات، والمسؤولين كمان حتى في وزاره الزراعه بيتحفظوا على البيانات. طب هتيجي البيانات سليمه ازاي يعني؟ بص حضرتك، اذا اردت ان تطاع فامر بما مستطاع. بمعنى انا بكلف هذا الموضوع هو بتاع قطاع شؤون المديريات الادارات الزراعيه اللي موجوده في كل محافظه. المهندس اللي موجود، اولا عدد هذه عدد المهندسين دول قليل جدا. احنا لو بندور على حل، لان حضرتك اشرت النقطه في غايه الخطوره، انا ازاي هبني سياسه زراعيه لاي محصول وانا الداتا بتاعته اللي موجوده عندي مش مظبوطه. فالمهندس اللي موجود ده لا معاه عربيه توديه عشان يتابع ويعرف المساحات المزرعه دي، رقم واحد. رقم اتنين ما معهوش، حتى ما بيصرفلوش بدل عشان يطلع يتابع القصه دي، بكون نتيجه ان الاحصائيات للاسف بيبقى فيها جاب. اسمح لي يا دكتور محمد، معلش، مع يعني ده يعني ليس مبرر على الاطلاق ان انا اعمل بيانات خاطئه او اكتب ارقام غير صحيحه. احنا نتكلم بوضوح وبصراحه، ده مش مبرر. انا ممكن، انا يعني مدير الجمعيه عنده مهندسين، العدد زي ما حضرتك ذكرت العدد قليل دلوقتي، لكن انا مش صعب يعني حتى اتاكد، اعمل تشيك كده على الارقام اللي انا ببعتها للوزاره. يعني انت حضرتك حضرتك عندك مساحات غير محيزه مزروع فيها، ودي انا هي دي برضو هي انا دي ما بتكلمش على الكمتره، انا بتكلم على كل المحاصيل بصفه عامه. وهذا الموضوع يعني انا يمكن بتكلم بحكم ان انا كنت مسؤول في اداره معهد من اكبر المعاهد الموجوده في مركز البحوث الزراعيه، يعتبر ضلع من الاضلاع الكبيره يعني معهد البساتين، اللي واخد فاكهه وخضر وزينه ونباتات طبيه واشجار خشبيه. انا عشان ابني سياسه ليه السياسه الزراعيه لازم يبقى عندي داتا صح ابني عليها. والموضوع فعلا في صعوبه يعني يعني صعوبته الوحيده قصه ان انا اوفر دعم لهذا الموضوع، الموضوع ده اتحط له بلان واشتغل عليه. الموضوع ما فيهوش صعوبه غير اكتر اوفر دعم او دعم ممكن مشروع يا فندم يتبنى هذا مشروع القصة. ويبقى فيه كمان يشتغل فيه خريجي الخريجين بتوع كليه الزراعه ما علينا. يعني حضرتك بتقول ان فعلا المساحه المنزرع اكتر من الرقم اللي موجود. انا الكلام بتاعي ليه، لان لما ابص للتوزيع الجغرافي هلاقي انه بريه مثلا فيها 4400 فدان، مطروح فيها 1600 فدان، ومطروح لما اتكلم في مطروح هي مطروح تحديدا المنطقه بتاعه الحمام. لو حضرتك قبل اللي هي قبل البوابه بتاعه مارينا على اليمين، دي مساحات كبيره، ويمكن انا نزلت المساحات دي وشفت مساحات الكمتره المزروعه فيها. ده بالنسبه للاراضي الجديده. اما الاراضي اللي هي القديمه في الوادي، هنلاقي المنوفيه على راس القائمه ب 2550 فدان، ووراها اسكندريه 1300 فدان. طب البحيره والكلام ده، لا يعني بدات فعلا المساحات المنزرعه قليله جدا في هذه المحافظه يعني تحديدا، يعني الا لو اعتبرنا انه بريه يعني تتبع البحيره. ده بالنسبه للتوزيع. اما فيما يخص المتوسط الانتاجيه، طيب قبل المتوسط بعد اذنك معانا الحاج محمد ابو الخمسان من الاسماعيليه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حامد، انت وضيفك منورين الشاشه والله. ربنا يحفظك يا حاج محمد. استعداد منورين الشاشه. انت مش زارع كمتره يا حاج محمد عندك ولا حاجه؟ واحد جنبي زارع كمتره بس حصل. نعم؟ اتفضل. الكمتره الجنبيه ناس زارع كمتره انعدمت من قله الميه في النيل يا باشمهندس دكتور. من قله الميه؟ من قلة المية موجودة ده قدام البيت بتاعي. تحت جالها النفحة النارية والدنيا والريح يجلعها والله. طيب. ونحصل في الزراعات على مستوى الجمهورية الكويتية. طبعا. حضرنا احنا في جمعية العاشر دكتور، مشكلتنا مشكلة كبيرة. جمعية العاشر. ايه هي يا حاج محمد؟ سريعا بس اتفضل. جمعية العاشر من رمضان من الإسماعيلية. مثلا مثل رفع من صلحية جديدة، مثل رفع من صلحية جديدة، المثل دول ثمان مكنات، المتعطل ثمان مكنات يا دكتور مش شغالين الا اثنين، والوقت النيل ربنا سبحانه وتعالى ما قطعش في مصر ما في نيل ولا ممكن. وحتى الاراضي بتاعتنا ارض زراعية خضروات وفاكهة. بدأت البراعم بتاعت الفواكه بدأت تثمر والورق بتاعها يرفع من المية اللي فيها الملوحة. طبعا. المية الملوحة. طيب ثلاثة. طيب يا حاج محمد، المشكلة عند مين عشان نتواصل معاه؟ المشكلة احنا عايزين بتاعة
الصيانه بتاعت الكهرباء، بتاعت الري والكهرباء، الميكانيكا والكهرباء تقصد؟ الميكانيكا والكهرباء اللي هي تبع وزاره الموارد المائيه والري. اه، واتصلت انا بوكيل وزاره النهارده كان في الضرر، واتصلت المساعد بتاعه قال لي هشوف المشكله، وبقالنا شهرين على المشكلة. حاضر يا حاج محمد، حاضر، هنتابع المشكله ونعدك ان شاء الله يتم حلها سريعا ان شاء الله. بشكرك يا حاج محمد. اتفضل يا دكتور محمد. احنا وقفنا عند متوسط الانتاجيه. أوه. بقول ان متوسط الانتاجيه بالنسبه لنا لا، يعني بفضل الله وبقدر الله وبتوفيق الله، مزارع يعني اصحابها كانوا بيتابعوا معانا من خلال المعهد. انا مش عايز اقول ان متوسط الانتاجيه السنه اللي فاتت كان 16 طن عند الفدان، لكن في مزارع تانية بتكلم في 3 طن و4 طن، اللي بيحدد يا في جاب كبير، جاب كبير جدا. أوه. لان هي الموضوع الكمثرى تحديدا شجره عايزه شويه معاملات، يعني لو حصل اي خطا في هذه المعاملات المحصول بيتاثر على طول، او زي ما بنقول في بعض المشاكل التي تؤثر على الانتاجيه بتاعت، وبعض المشاكل الاخرى التي تؤثر على الجوده بتاع الثمار. طب هنبدا في المعاملات، لانه انا بعتبر هذه الحلقه هي حلقه ارشاديه بالدرجه الاولى لكل مزارعي الكمثرى على مستوى الجمهوريه. خلينا ابدا بالميه زي ما قال الحاج محمد. هل الميه ممكن تؤثر على الكمثرى؟ هل نسبه الملوحه تؤثر؟ معدلات الري؟ اتفضل. جميل جدا. فدان الكمثرى المثمر بنتكلم في حدود من 5000 ل 6000 متر مكعب للفدان تحت ظروف الاراضي الجديده. القصه بتفرق بقى في نوعيه التربه، ان كانت ارض رمليه صفوه ولا ارض حمراء، ولا دي اللي بتخليها 5 أو 6. نمره 2 فيما يخص موضوع الملوحه، اكثر من 1200 او 1300 جزء في المليون كملوحه ميه بيبدا يتاثر الانتاج لحد ما، يعني نتكلم في 5% 10% نقص في المحصول. وكلما زادت الملوحه كلما تاثر الانتاج على طول. العامل الحاجه الوحيده اللي ما تحبهاش الكمثرى ويمكن كل الشجر بلا استثناء، موضوع ان الارض لازم اللي هو حسن الصرف بتاع الارض، ان الارض يعني تكون جيد الصرف، دي نقطه مهمه جدا. لكن الكمثرى برضو بتحتاج حاجه مهمه جدا، لا ده فيما يخص الميه، النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها. طب نقص المية يعمل ايه؟ يعمل كل المشاكل اللي المواطن الكريم اتصل بحضرتك دلوقتي وقالها. هبص الاقي اولا هيبقى عندي مشكلة، عندي تسقيط في الازهار، عندي تسقيط في العقد، الورقة مش هتطلع مظبوطة الى اخره. وده تطبيقا لكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا هو فعلا المية هي الاساس اللي ببني عليه. البيك بتاع المية هنا هو او الكيرف بتاع الميه، ببدا بكميه ميه قليله ودي هنتناولها برضو، احنا بنتناول بقى الموضوع بتاع الكمثرى، معدلات ضعيفه في الاول، لكن باجي للاشهر اللي هي 5 و6 و7 و8 بيبقى في 7 و8 اعلى معدل للري بالنسبه للشجره، يمكن بوصل من 80 ل 90 لتر للشجره المفترض يومي. وبعد كده بعد الجمع ببدا انزل بمعدل الميه بتاعتي تدريجي برضو لغايه ما ببدا على شهر 11 او 12 او الجزء الاخر من 12. ببدا معدلات الري بتاعتي بتبقى قليله جدا عشان اجهز النبات للدخول في السكون. وما دام بقى بدانا القصه دي نبدا نتكلم، نقول يعني نمشي بقى مع الموضوع. الكمثرى باختصار احنا هناخد الكمثرى من شهر 7 اللي احنا فيه لغايه ما وصل حضرتك لشهر 6 او 7 ال 2021 بقى. احنا دلوقتي في موسم الجمع يا دكتور. احنا في موسم الجمع للصنف اللي هو الام كي ام، احنا ما اتكلمناش على الاصناف. اصناف الكمثرى احنا عندنا صنف الكمثرى اللي موجود هو صنف الليكونت، هو الصنف الاساسي اللي بينزرع في مصر. لكن من خلال جهود مع البحوث البساتين، هل ده يعني اكتر صنف الانتاجيه بتاعته عاليه؟ هو مش اكتر صنف، هو تقريبا ما فيش صنف غيره موجود. يعني الصنف يعني هو الوحيد، هو الصنف السايد. لا في اصناف ثانيه. السايد في عندنا شويه بارتلت بس على استحياء، اشجار معدوده عندنا، صنف زي الكيفر، الباينابل، الاصناف دي كلها مساحات قليله جدا. طب ليه يا فندم؟ ليه ده سؤال يعني بيطرح نفسه، ليه ما فيش اصناف عديده؟ يعني انا معتمد على صنف واحد من محصول معين، وممكن هذا الصنف يعني لسبب او لاخر يضرب في بمرض بافه
او بحاجه معينه تؤثر على المحصول هيبقى بيبقى جميل لما بيبقى اللي بيقدم البرنامج راجل علم اساسا. ربنا يحفظك. يعني هي دي ما هي دي النقط اللي فعلا اولا الاصناف الفخره من الكمثرى احتياجاتها من البروده عاليه جدا. بتكلم من 800 ساعه وانا طالع لغايه 1200. عشان نوضح الصوره شويه ناخدها بالنسبه للتفاح الريد ديليشس والجولدن ديليشس اللي هو الامريكان الاحمر والاصفر دي احتياجاتها من بروده بنتكلم في الألف ساعه واحنا طالعين. فهذه الاصناف ما بتنجحش تحت ظروف مصر. بنضطر نزرع صنف زي القنا. النهارده الحلقه عن الكمثرى بس انا بدي المثال بتاع التفاح عشان يقرب. التفاح الريد ديليشس واللي هو الامريكان الاحمر والاصفر ممكن يقعد عندي 6 اشهر. مواصفات اكليه فاخره، سكر عالي، صلابه عاليه. التفاحه لو اسيبها تقعد الى اخره. طب نبص للقنا، صنف القنا بتاعنا ده صنف بنعتبره من الاصناف القليله او اول متوسط الجوده، يعني في بدايه المتوسط الجوده. قدرته التخزينيه ما بتزيدش عن شهرين، يعني مهما عملنا معاه احنا عملنا شغل هايل وطولنا الفتره دي من 15 يوم لانها يقعد شهرين. ايه السبب؟ احتياجات صنف القنا من البروده لا تتجاوز 300 ساعه، والتاني بتكلم فيه 1000 ساعه. الألف ساعة تحت ظروف مصر أو مناخ مصر لا توفر. نفس الكلام بالنسبة لكمثرى. كمثرى، تفاح، مشمش، برقوق، عنب، لأصناف الفخرة من العنب، الكلام ده كله، كل هذه الأصناف قيس عليها حضرتك كمان النقل، يعني عين الجمل اللي هو جوز والبندق، جوز واللوز والبندق. لا اللوز ينجح تحت ظروف مصر. لكن اللي بقصد انها احتياجاتها عشان أنتج هذه الأصناف تحت ظروف مصر أنا محتاج شغل تاني خالص. عشان كده بيتم زراعتها في اماكن معينه، عشان كده يمكن مناطق التركيز بتاعتها بنلاقيها في ناحيه بحري. على الرغم من ان بقالنا 3 سنين او 4 سنين، برغم ده من الزراعات المربحه جدا. لو احنا 3 او 4 سنين الحمد لله وشكر الله بدات تنتشر زراعته في المنيا. وانا رحت المنيا كتير واسيوط. ليه؟ لان المناطق دي في الشتاء في برد. انا عارف بقى ان حضرتك موسوعه وممكن هتخرجنا عن الموضوع. لا احنا مش نرجع تاني احنا في نفس الموضوع. تمام. يعني احنا في نفس الموضوع. يعني اللي بقصده ان هي بتنجح بس الاحتياجات بتاعت البروده هنا ما دام اتوفرت بتنجح الزراعه. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي هو صنف بنبدا نجمع في صنف الام كي ام. ده انتاج معد حسين البساتين، وده عباره عن طفره او مش طفره، جين طيب. يعني الصنف ده انتاج معهد بحوث البسيطين، هو انتخاب معهد بحوث البسيطين. يعني واحنا يعني ده ثلاثة من اساتذتنا واخواتنا وزمايلنا في قسم الفاكهه المسقطه اثناء المرور كانوا يعني شافوا الشجره دي وبداوا يتابعوها، وبعدين لقوها بالظهر قبل اللي كنت العاديه. هي يعني من اللي كنت، وعشان كده بيسموها اللي كنت المبكره، بيسموها الام كي ام، اختصار لثلاث اسامي بتوع الثلاث علماء اللي يعني لاحظوها. بتبكر في التزهير عن صنف اللي كنت، وبتبكر في الجمع عن صنف اللي كنت. هو الجمع بتاعها بيبدا، شوف بقى حضرتك الغريب، ان احنا بدانا جمع صنف الام كي ام في الفرافره من 1/7. 1/7 الكمثرى اللي كنت بنبدا نجمع من 15/8. شوف انا فارق كام، 45 يوم. طب ال 45 دول يعملوا ايه؟ يوم يعملوا ايه؟ يعملوا فرق اسعار لا تخيلوا. جزء منه بيتصدر للخارج الى اخره وقت ما فيهوش كمثرى بيطلع. دي رقم واحد. فالجمع بتاع اللي كنت او الام كي ام او الصنف المبكر، يمكن لما نتعرض له هبص الاقي ان في علامات او اندايسز للجمع. ايه العلامات؟ اول علامه من العلامات اللي موجوده عندي الصوره، يا ريت الكاميرا تركز على الثلاث ثمار دول. الدكتور محمد بيشرح اولا الصوره اللي ورا، الصوره اللي ورا دي اللي موجوده اللي هي بتاع الثمره دي. انا بالنسبه لي كمزارع لازم الصوره تفتح، يعني زي الثمره الثانيه ايه، بدات الصوره بتاعه الثمره تفتح. ده مؤشر للجمع، ده مؤشر ان انا داخل على الجمع، داخل على الجمع. يعني ده اي عين تلقطها، يعني لان المؤشر الثاني ان اللون يبدا يهرب، اللون الاخضر الغامق يبدا يفتح اللون معايا. تمام. يبدا يعني ناخد بالنا من الملاحظات دي لان هي اللي المفروض تاخد بالك منها دلوقتي، وهي دي اللي لما بينزل العمال يجمعوا بيشتغلوا على النقطه دي. هو يبص على اللي صورتها فتحت نمره 2 اللي اللون بدا يهرب منها من الاخضر الغامق الاخضر الفاتح. ممكن الاقي حاجه زي ده. طيب لو الثمره لسه الصوره قافله،
الثمره قبل للزياده. انا بتكلم في ثمار معديه ال 300 جرام على الميزان يعني. ما شاء الله كبيره. معديه 300 جرام وقبل للزياده انا توصل 350 جرام. علما بان من مشاكل صنف الام كي ام ان الاحجام او الاوزان بتاعته بتبقى قليله. طب ايه اللي وصل دول للاحجام ده؟ أيوة. ده هنتكلم عليه واحنا برضو بنتكلم في الخدمه واحنا ماشيين. ممكن الاقي الثمره زي بقى الثمره دي، ودي نقطه مهمه جدا، الثمره السره قافله والجزء ده هو اللي هو حوالين السره لونه اخضر مزرق. ده معناه ان الثمره قابله للزياده. تاني كل ما بقعد الثمره كل ما بكسب وزن. لكن هو المزارع في اوقات كتيره بيعمل ايه؟ بيلاقي الثمره بهذا المنظر بيبدا يجمع لانه هو عاوز فلوس، عايز سوق كويس، سعر سوق كويس قبل ما بتبدا القصه دي. طب وانا بجمع الكمثرى اخد بالي من ايه؟ اخد بالي من اني وانا بقطم الحبايه بفصل الحبايه من عند العنق هنا، وانا عن طريق ان انا بلفها وبفصلها. ليه؟ لان عشان احافظ على الدبره. الكمثرى من الاصناف من انواع الفاكهه اللي بتشيل محصولها على دوابر مش على فروع عمر سنه. يعني ايه فروع عمر سنه؟ عن الخوخ مثلا، الفروع اللي بتطلع السنه دي، النموات الخضريه اللي هتطلع السنه دي هي اللي هتديني محصول السنه الجايه. تمام. الكمثرى لازم يبقى عندي دوابر ثمريه، الدبره بتتكون في خلال 3 سنين وبتقعد 5 سنين بعد كده اخد منها محصول. فانا لو وانا بقطم الحبايه قطمت الدبره انا ضيعت 3 سنين من عمر الشجره، وفي نفس الوقت دي نقطه مهمه جدا يا دكتور. المحافظه على الدوابر دي اساس. بس اكيد مزارعي الكمثرى عارفين النقطه دي. كل اللي بيجمع شاطر وبياخد باله منها احنا بننبه لمين؟ دي واحد، ما انت عارف حضرتك معظم الاراضي الجديده اللي فيها ناس مستثمرين يعني العمال النازله ممكن ما يبقاش عندها خلفيه، فاحنا بنقولها من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تمام. دي النقط المهمه بالنسبه للجمع. طيب انا عشان اوصل للاحجام ده هي ايه اللي المفروض اعمله خلال الفتره دي؟ اتفضل. ليه؟ لان انا بقول ان اللي كنت العاديه هبدا اجمع 15 8 خلال الفتره دي انا ببدا اعلى بيه التسميد البوتاسي لاقصى معدل ممكن اوصل له. بمعنى ان انا لو عندي شجر من عمر 5 6 سنين انا ببدا اشتغل ب 7.5 كيلو بوتاسيوم 3 مرات في الاسبوع، ومعاهم مره واحده بس 2.5 كيلو ممكن ادخل بيه نترات نشادر. يعني بيدخلوا مع مره من ال3 مرات، يعني اوصل للفدان خلال الاسبوع حوالي من 20 ل 25 كيلو سلفات بوتاسيوم او 15 كيلو نترات بوتاسيوم. طب اللي وصل الثمار دي لهذا الحجم الكبير ايه؟ ان احنا شغلنا كان كله بنترات بوتاسيوم، ومعروف ان نترات البوتاسيوم يعني قدره النبات على انها تدخل جوه النبات وانها تتنقل داخل النبات بتبقى اعلى بكتير من سلفات البوتاسيوم. فاحنا يمكن كنا شغالين بنترات بوتاسيوم في الفتره الاخرانيه، المحصول لانه بيكسب او بيجيب فلوس فدان الكمثرى على فكره ممكن يعمل من 100,000 ل 120,000 جنيه. يعني ممكن يعمل هذا الرقم. فيستاهل. بس بيتكلف كام يا فندم عشان بس برضو هتكلم في انه ممكن الفدان يتكلف له 40,000 جنيه، لو يتكلف له 45,000 جنيه من 100,000 جنيه انا في الاول كسبان 100%. يعني دي نقطه مهمه. اخف من ايه دلوقتي بالنسبه لمحصول الكمثرى؟ اكتر حاجه تخوفني دلوقتي هي ذباب الفاكهه. وذباب الفاكهه معناه ان انا هضطر ارش مبيد. فارش مبيد ما ينفعش ارش دلوقتي، فبنلجا لايه؟ بنلجا للرش الجزئي اللي هو بالبومينال. ومع الرش الجزئي احنا عارفين ان انا برش جذع الشجره بومينال مع مبيد حشري، دي سكه بقى على الداير بتاع الجزورينا وبرش حشري، ده الداير بقى بتاع الجزورينا بحيث ان انا امنع. بالاضافه المهم ابعد عن الثمار تماما لان انا في توقيت الجمع. انا جيت في الملعب بتاع حضرتك يعني لا يا فندم اتفضل حضرتك يعني الملعب بتاع وقاية النبات. بالاضافه لحاجه مهمه جدا اللي هي استخدام المصايد. ودي طبعا يعني هايله لو اتنفذت بشكل صح. كده بالمنظر ده احنا قلنا ان انا بركز على حاجتين، موضوع البوتاسيوم. طب جنب البوتاسيوم بقى انا ما دام زودت بوتاسيوم لازم ازود ري. ليه؟ البوتاسيوم ده عباره عن عنصر بيتحرك داخل النبات ملوش علاقه باي تفاعل، هو عباره عن عربيه بمقطوره بتنقل عناصر كربوهيدرات وتحذفها جوه الثمره. ده بيعمل ايه؟ بيرفع الضغط الاسموزي. حلو التعبير ده. بيرفع الضغط الاسموزي. مش فاهم يعني ايه الضغط الاسموزي يعني. لا بنقولها لاخواننا المزارعين، بقولها له بمنتهى البساطه، لو اي واحد فينا اكل مش او ملوحه والموضوع غريب يعني انا
بعد ما بياكل بيبقى عايز يعمل ايه؟ عاوز يشرب ميه. عايز يشرب ميه ليه؟ لان الضغط الاسموزي جوه معدته زاد، اللي هو ان التركيز بتاع العناصر جوه الماء، فيعملها بإذن بيعالجها بانه بيبدا يخف التركيز دوام بميه. البوتاسيوم نفس القصه، هدي بوتاس لازم ارفع معدلات الري بتاعتي. فمعدلات الري والبوتاس لازم يبقوا ماشيين مع بعض. الفتره دي لو دخلت بعنصرين مهمين جدا، المغنيسيوم والحديد في الرش قبل الجمع، واحد يقول لي الحديد ده الحديد والمغنيسيوم ما بتتكلم، لا ده بتتكلم في ان اللون ممكن يتأثر. ده دول مهمين جدا عشان الورق يفضل عمليه التمثيل الكلوروفيلي او عمليه تكوين الكربوهيدرات عاليه جدا، فيبقى في حاجات غذاء متكون بكميه عاليه جدا. يجي البوتاسيوم اللي هو عباره عن العربيه المقطوره دي تلم الكلام ده وتنقله الثمار، بتكون نتيجه ان احجام الثمار بتزيد وبنوصل للاحجام الفاخره اللي حضرتك بنتكلم عليها دلوقتي. دي يمكن من اهم النقط كتسميد وكمقاومه. طيب هننقل بقى، هنروح نطين نطه كده. لا لا، قبل النطه دي، ايه اللي يخلي الثمره توصل للحجم الصغير ده اللي موجود؟ هو الاحجام الصغيره دي انا يمكن جايبها لانها دي من برضو من شجر اللي كنت الكمثه لما بتظهر، وده برضو هنتعرض له قدام، ما بتظهرش دفعه واحده. أيوة. بتظهر على ثلاث ادوار. يعني حضرتك جبتها بدري شويه، ثلاث دفعات تزهير. اللي حصل ان الثلاث دفعات تزهير اللي حصلوا دي الدفعه الاخرانيه في التزهير وفي العقد، يعني المفروض ما كانتش تتجمع دلوقتي. ده انا جايبها لسبب. ايه السبب؟ يمكن حضرتك لو هتبص هتلاقي ان عايز افرق بين حاجتين، بين اصابه مرضيه بمرض الجرب اللي هي باينه اهي، اللي هي الاصابه دي ناخد بالنا اهالينا المزارعين، وبين فضل. اصابه زي دي اللي هي بالصن بيرن او بلسعه الشمس. انا عشان بس يبقى الموضوع واضح بالنسبه، هلاقي في لسعه الشمس الثمار اللي هي في الخارج، يعني ده مرض فسيولوجي، ده نقدر نقول عليه مرض فسيولوجي نتيجه يعني الصن بيرن او للظروف، الظروف مناخيه. ظروف مناخيه، لكن دي اصابه جرب. اصابه الجرب والكلام ده هو انا ما ببداش بيه دلوقتي، يعني الثمار ده يعني حضرتك لو واحد يقول لي هيجي لها جرب دلوقتي، لا خلاص الحكم صفر خلاص. تمام. من بدري. انا ببدا برنامج الوقايه والعلاج من بعد العقد مباشره، سواء بالنسبه للاصابه المرضيه او الحشريه، او سواء بالنسبه لعلاج بعض المشاكل بقى الفسيولوجيه زي نقص الكالسيوم والمشاكل اللي بتعملها. بعد العقد بيبقى الشغل بتاعي. ده كده تقريبا انا هقول بدات اجمع الثمار، جمعت المحصول. من المعروف، معلش وكلامي هيبقى فلاح شويه، ان اي واحده ست بتولد لازم تتنفس. ننفسها. الشجره في المرحله دي هي واحده ست حامل على اثمار. جمعنا المحصول، يعني الشجره دي ولدت. لازم انفسها. انفسها يعني ايه؟ اعوض كميه الغذاء اللي تم استهلاكها عشان تنتج لي الثمار ده وعشان المحصول بتاع السنه الجايه. هنا بقى بتقابلنا مشكله مهمه جدا. ان انا لو هبدا ادي تسميد خلال المرحله دي هتطلقني المواد الخضريه، وهتاخر لي دخول النبات للسكون، وهتاخر لي التزهير، وهتاخر لي كل حاجه. فانا لازم بنبدا بان ندي دفعات تسميد خلال الفتره اللي بنقول عليها بعد الجمع مباشره. ندي دفعات تسميد مركزه من تسميد الازوتي اللي هي الفتره اللي جايه، انا اخلص جمع الايرلي او الام كي ام بامر الله، هبدا اخلصه تقريبا على 15/8. بعد 15/8 مباشرة هاخد الأسبوعين اللي وراهم أو أسبوع من اللي وراهم، هبدأ أعلى بمعدلات تسميد الأزوتي وأدي معدل تسميد أزوتي، يعني أشتغل بنترات الكالسيوم تحديدا. طيب بس أسمع حضرتك، معانا محمد من المنوفية. ألو. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ؟ عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا طيب؟ اتفضل. أنا حضرتك، أنا المنوفية وسمع كلام الدكتور. دكتور محمد. بيتكلم بيقول الفدان ممكن يجيب 120,000 جنيه في السنة. طبعا دلوقتي عايز ابدا ازرع كمثرى. ازرع في ارض سمراء ولا في ارض صحراويه؟ ده سؤال ممتاز، وانا كنت بصراحه هساله، بس والانتاج هيجي لي بعد كام سنه؟ تمام. انا عايز دراسه الجدوى الاقتصاديه كده، مثلا مساحه 10 فدادين. تمام. في الارض السمراء او في الارض الصحراويه. تمام. حاضر يا اخي محمد، تابعني لنهايه الحلقه، وان شاء الله السؤال ده الدكتور محمد هيجاوب عليه في نهايه الحلقه، لانه سؤال مهم الحقيقه. انا تابع حضرتك بس عايز يعني ايه زي دراسه الجدوى مبسطه كده. حاضر بشكرك. شكرا اخي محمد. يعني طبعا سؤال هايل. يعني سؤال هايل. قال لك 120,000 وانا او 100,000 حتى، والفدانه هيكلفني 40-45,000، لا ازرع كم متر. ده سؤال مهم. هو اصله يعني الجميل ان هو كمان منوفيه، والمنوفيه في مزارعين فيهم بيحققوا ظبط.
طيب نستكمل الحديث عن التسميد الازوتي بعد الجمع، بعد عمليه الجمع. ده مهم جدا، وزي ما قلت يعني يا ريت يبقى في صوره نترات كالسيوم تحديدا اللي هو ال 15.5% على اساس انه سورس الازوتو وفي نفس الوقت سورس للكالسيوم، واعلى بالتسميد بقى البوتاسي عشان ابدا اخزن يعني اجهز الشجره للمرحله اللي هتبدا بقى فيها في شهر 9 في شهر 10 اللي هي الدخول للسكون. وهنا بقى لما نتكلم في الدخول للسكون نقف قدام ثلاث حاجات. ايه اللي يدخل الشجره للسكون؟ هنلاقي اول حاجه بامر الله لازم تحصل، حاجه ربنا ياذن ويساعدنا وتحصل، حاجه ربنا جعلنا سبب انها تحصل. يعني ايه حاجه اللي بامر الله لازم تحصل؟ ان النهار يقصر والليل يطول، وده لازم يحصل. الشجره وانس يعني هو ده التوقيت. الشجره اول ما هتبدا تلاقي النهار بدا يقصر والليل بدا يطول تعرف على طول انها هتدخل تنام او هتدخل في سكون. نمره اتنين، الحاجه اللي ربنا يساعدنا ويأذن بانها تحصل ان يبدا يتوفر عندي برد، ده يساعد الشجره انها تدخل في السكون. الحاجه الثالثه اللي ربنا جعلنا سبب في انها تحصل اللي هو ان انا ابدا اقلل معدلات الري بتاعي ووقف التسميد بتاعي بكل اشكاله عشان ابدا اجهز الشجره اقول لها انت داخله تنامي، فاللي داخل ينام بيحصل كده. ايه اللي بيحصل لما بندخل ننام؟ بنقلع هدوم الشغل ونلبس هدوم النوم. ايه هدوم النوم بالنسبه للشجره؟ اللي هي شويه الفروع العريانه اللي بيسقط منها الورق. طيب بتحصل بعد اذنك في اتصالات مع كتيره يعني معانا وليد من المنوفيه. الو، عليكم السلام، اتفضل سريعا. ما هو حضرتك على الهواء، اتفضل. طيب يا اخ وليد الدكتور محمد بيتكلم على المعاملات المثاليه اللي لو انت اتبعتها في شجره الكمثرى هتحصل على مبلغ كبير وتحصل على عائد كويس، وهو قال في حدود يعني 100,000 من 100 ل 120,000. يعني احنا مش عايزين نركز قوي على 120,000، وده وضع طبيعي يعني على فكره، مش في الكمثرى بس، في جميع المحاصيل. لا لو اتبعنا المعاملات الارشاديه السليمه اللي احنا بنقول عليها تحصل على اعلى انتاجيه وبالتالي يبقى العائد كبير. تابعنا برضو في نهايه الحلقه واستفيد من هذه المعلومه. يعني هو في نقطه مهمه جدا، بشكرك يا وليد، في نقطة مهمة جدا الأستاذ وليد طرحها، ودي هنتعرض لها، هو بس لو كان اتأخر في المكالمة 10 دقايق كان كنا نوصل لها، اللي هي نقطة إيه؟ العامل المؤثر على الإنتاجية والعامل المؤثر على الجودة. ممكن إحنا قلناها في أول الحلقة، يعني إحنا مش بنقول كلام جديد. تمام. أنا بس عشان تبقى الأمور واضحة، إحنا خلاص بدأنا الشجر هيبدأ يسقط الورق. في قصة إن الشجر يسقط الورق بتحصل حاجة اسمها هجرة العناصر، دي للأشجار المسقطة الأوراق، إن كل الخير اللي موجود في الورق يبدأ يتجمع على الفروع الرفيعة وبعدين على الفروع لغاية ما تخزن فيه جذع الشجرة. المزارع الشاطر اللي يقدر يخزن كمية غذاء غير عادية داخل الشجرة في هذا التوقيت. ليه؟ لأن أشجار الفاكهة المسقطة لما بتبدأ تطلع النموات الجديدة بتاعت الموسم الجاي ما بقاش عليها ورق ولا عليها حاجه، بتطلعه منين؟ من المخزون الاستراتيجي. ايوه، المخزون الاستراتيجي ده بينفعها فيه انها يطلع طلعت النمو بتبقى هايله، كميه التزهير بتبقى كويسه جدا، الدفعه بتاع التزهير بتبقى مره واحده ويحصل عليها امور كتيره. طب دخلنا هنا بقى، بتبدا تقابلني اخطر مشكله بتاثر على الانتاجيه، وده اجابه على اجابه على السؤال بتاع الاستاذ وليد، اللي هي مشكله ايه اللي بيأثر لي على إنتاجية الكمثرى وخليها سنة والتانية والتالتة ما تطرحش. أخطر حاجة إصابة لفحة أزهار الكمثرى. ليه؟ إحنا زي ما قلنا شجرة الكمثرى محتاجة الآتي، محتاجة برودة. لو استوفت احتياجات البرودة بتطلع في توقيت مظبوط. لكن اللي بيحصل إن موسم التزهير في الكمثرى بيبقى طويل لو الشجرة ما دخلتهاش للسكون صح، وعشان كده ببدأ من شهر 11 أرش رش سلفات زنك. إيه الغرض من سلفات الزنك اللي بعملها؟ إحنا قلنا الحاجة الثالثة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا سبب إنها تحصل إن أنا بوقف بقلل ري، بوقف تسميدي، بعمل بعض المعاملات اللي أهمها رش سلفات زنك 4%، 24 كيلو سلفات زنك على الماتور ال 600 اللي هي الشكارة ال 25.
الغرض منها ان انا اسقط الورق وان اخزن كميه زنك عاليه جوه الشجره. دي بتعمل لي حامض امين اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده بينفعني في بدايه الموسم الجاي في انه بيطلع اندول اسيتيك اسيد. احنا ما بنتكلمش علم بس هو الحامض الاميني ده بيتخلق منه كمان برولين وهيدروكسيبولين اللي هو الاحماض الامينيه اللي بترفع مقاومه الشجره ضد الاصابه باللفحه. فعند الرشه دهيا بتبقى مهمه جدا. باجي بعد كده هو في شهر 12، احنا 11 اهو الاسبوع الثالث من 11 على حسب المنطقه، برش رشه سلفات الزنك. اجي شهر 12 ابدا موضوع التقليم. اي فرع فيه اصابه بكانكر بكتيري بلفحه باي حاجه اشيله مهما كان، لان ميزه الشجره ان الفرع اللي بيتقطع بيطلع مكانه فرع جديد سليم، ودي نقطه مهمه. ابدا التقليم بتاعي. التقليم بتاعي في الاسمار بيقتصر على اني بشيل الصواريخ اللي في القلب، بقصر النموات الجديده اللي طالعه على ست عيون. ليه؟ عشان ابدا اعمل دوابر جديده للسنين اللي جايه. يعني ابدا ازود، وهو ده العامل المحدد لزياده للمحصول. الانتاج بالظبط. تمام. عملت النقطه دي وبدات نجحت في القصه دي. بيبدا معانا بقى الموضوع المهم جدا اللي هو بقى انا الشجره قدامي واقفه مسقطه ورقها، قلمت كله تمام. ابدا مين في الاراضي الجديده من 15 يناير تحديدا ارش كاسر للسكون. ايه كاسر السكون؟ اللي هو سيناميد الهيدروجين اللي بيتباع تحت اسماء تجاريه عديده، دورمكس دورمكس دولسي 100 اسم، كلهم عباره عن سيناميد الهيدروجين. هذه الماده هي عباره عن ماده تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هي بتحرق الحراشيب بتاعه الكمثرى اللي بتاعه البراعم والدوابر في الكمثرى، فبتخلي البرعم يتعرض لبروده اكتر، فبتساعده على انه يستوفي كميه اكبر من البروده. وحتى بنقولها لاخواننا المزارعين، بقول له لو انت في الشتاء متغطي ببطانيه وجيت رحت شادد من عليك البطانيه بيحصل ايه؟ قال لي بسقع وبقوم من النوم. هي نفس القصه، السكيل مغطي البرعم، لما السكيل اللي هي الحراشيف اللي بره لما بيتحرق الحراشيف دي البرعم من تحت بيتعرض لبروده اكتر، فالشجره بنساعدها على انها تستوفي احتياجاتها من البروده. طب ده عشان ايه؟ عشان اقصر موسم التزهير وهرب الشجره من انها تصب باللفحه. دي رقم واحد. تمام. تركيز الرش بتاع الدورمكس بيبقى 1.5% وبحط معاهم 3% زيت. 3 ل 4% وفي ناس بيرشوا 5% زيت معدني شتوي. بنرش الشجره، والمعامله دي بتعتبر من اهم المعاملات، ان ارش رشه محترمه عشان اضمن ان التزهير بتاعي يجي مره واحده. ولما هيجي مره واحده التزهير احنا بنقول بيطلع على 3 ادوار، لا ده ممكن يحصل على دورين. في التقليم اركز على حاجه مهمه جدا، ان الشواشي اللي فوق دهيا اقصرها. ليه؟ الشواشي دي اخر حاجه بالظهر ولازم هتتلط باللفحه، فانا لما بشيلها في التقليم انا اولا بوفر على نفسي ان يحصل اصابه لهذه الشواشي، او الشواشي اللي هي اطراف الافرع اللي موجوده فوق. ده كده هو دخلنا في شهر يناير. تحت ظروف الاراضي الجديده والاصناف الجديده بقى اللي هو صنف الام كي ام مثلا، الفول بلوم بتاعه او التزهير الكامل بتاعه بيحصل مع تاريخ عيد ميلادي 14/2 اللي هو في الفالنتاين دي، يعني بيحصل في التوقيت ده هو التزهير الكامل. ببدا على طول معامله او برنامج مكافحه لفحه ازهار الكمثرى، وده برنامج يمكن هنقف قدامه وقفه مهمه جدا، لان هو هذا البرنامج هو اللي بيحدد ان كان هيبقى عندك محصول ولا كل سنه وانت طيب الحكم صفر والسنه دي. طب سريعا اتفضل لان الوقت بيجري. طيب اول حاجه بالنسبه لي برنامج مكافحه اللفحه، انا عندي 15 عن 30% او 25 30% تزهير، هبدا ارش. هل اللفحه بتعتبر من اخطر الامراض اللي بتصيب الكمثرى؟ يعني احنا طبعا في افات حشريه تانية زي المن، زي مثلا ذباب الفاكهه والاكروسات، لكن اخطرهم اللفحه. اللفحه ومسبب اللفحه هو الارونيا اميلوفورا اللي هي بكتيريا يعني مرض بكتيري. مرض بكتيري، مرض بكتيري ومرض بكتيري يعني فعلا بيسبب دمار. يعني عشان يحصل المرض ده او تحصل الاصابه دي، معهد امراض النباتات زماننا فيه قالوا ان في مثلث اصابه، لازم الحراره تزيد عن 25، الرطوبه تزيد عن 80% مع وجود البكتيريا. انا زودت عليهم كمان ان الثلاث حاجات دول، وقلنا مربع اصابه ويبقى معاهم الازهار. يعني الثلاثه دول لو موجودين ما فيش ازهار ما بتحصلش اصابه، فلازم الاربعه يبقوا مع بعضهم. انا جدعنتي
ان لو بمعنى ان لو الحراره زادت والرطوبه مش متوفره مش هيحصل اصابه، لو الرطوبه اتوفرت والحراره مش مناسبه مش هيحصل اصابه. تمام. لو ما عنديش ازهار مش هيحصل اصابه. فانا جدعنتي ان انا اهرب شويه الازهار اللي موجودين، اخر التزهير، ابقر التزهير لان انا هيبدا ازيد معايا الحراره. انا بتكلم ان التزهير عندي في شهر 2 وبتكلم ان درجه الحراره تزيد عن 25. تمام. وبالرغم من كده مع التغيرات المناخيه الغريبه اللي حصلت بالنسبه للعالم كله خلال العشر سنين، بقينا نبص لها في شهر 2 ممكن يحصل يومين الدنيا تولع فيهم والرطوبه تزيد ومطره نفاجئ بالاصابه باللف. فاحنا بندخل برشه الجبريليك اسيد بمعدل عن 30% 25 30% تزيير. بدخل بالجبريليك اسيد كرش 15 جزء في المليون قرص ونص على 100 لتر ميه. دي الرشه دي على اساس ان الكمثرى بتاعت بكري، يعني فيها نسبه عقد بكري يعني من غير تلقاح واخصاب، او ان يحصل تلقاح واخصاب تكون بذره ويحصل البذره دي موت. طب يعني ما تموت البذره الا يحصل، لا، وجود البذره داخل الثمره بتلعب دور مهم جدا في انها بتمد الثمره بالجبرلين، فبتمنع ان الابسيسيك اسيد المسؤول عن ان الحبايه تسقط يتكون. فانا ببدا احط لها جبرلين جبريك اسيد من بره عشان ازود محتواها وامنع ان يحصل تساقط، لان يهمني ان العقد يتم دي. طب وصلنا عند 75% ببدا ارش الرشه الثانيه من الجبريليك اسيد اللي هي بتبقى من 15 ل 20 جزء في المليون. وعلى فكره هذا الجزء انا اشتغلت عليه دكتوراه سنه 86، كانت رساله الدكتوراه بتاعتي على تحسين او تقليل التساقط وتحسين العقد في هذه الفتره. طيب دخلنا عند القصه دي. بدات الموضه الجديده من خمس سنين، مش الموضه الجديده، بدا الاتجاه الرائع اللي من كام سنه، الخمس سنين الاخرانيين، ان احنا بدانا نرش سايتوكاينين. وايه السايتوكاينين؟ السايتوكاينين ده عباره عن منظم نمو بيلعب دور مهم جدا في انقسام الخلايا. طيب بس اسمح حضرتك، معانا مداخله من الاخ العزيز الاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم، استاذ امراض النبات بجامعه السادات. الو. أنا دي دكتور حامد. دكتور محمد اتفضل. بحيي حضرتك وضيفك الكريم دكتور محمد، حلقة شيقة جدا. ربنا يحفظك. أنا للأسف لسه فاتح في آخر 10 دقايق بس عجبني جدا أداء دكتور محمد والمعلومات الفنية. لا لا، إيه رأي حضرتك في أسلوبه الإرشادي البسيط اللي هو يوصل جداً للفلاح يعني؟ والله يا دكتور حامد حلقة سرية جدا. ربنا يحفظك. وأنا مبسوط إن هو بيبسط يعني مش دور السكون في الكمثرى، شرحها للمزارعين باسلوب بسيط جدا فعلا يعني. طبعا. اسلوبه شيق جدا، عجبني جدا، ودي نواتي الارشاد الزراعي الفعال يعني. انا بحييك جدا على الحلقه ديت. انا لسه بس ليا مداخله مع الدكتور محمد في موضوع اللفحه الناريه في الكمثرى، وده المفروض ان هو اخطر مرض يا دكتور حامد يهدد انتاج الكمثرى في مصر. زي ما قال الدكتور حتى احنا واوروبا كمان، مش مصر بس. تمام. يعني ده اهم مرض يصيب الكمثرى، وخاصه حتى عندنا احنا في المنوفيه. واكيد دكتور محمد بيه زار سنتريس والباجور. تمام. المرض ده ياثر على انتاجيه الكمثرى في محافظه المنوفيه. عاملين حاجه، وانا مدي التعاون للدكتور محمد فيها، طلع ترند يا دكتور حامد ان انا بدل ما ارش مضادات حيويه، والمرض ده بيصيب بس الازهار، يعني مشكلته ان بيهدد الكمثرى قبل 60 يوم من التزهير. المفروض ان الكمثرى بتظهر 15 فبراير حتى اقصى. المرض ده من نص ديسمبر يا دكتور حامد، فتره البروده اللي هي الكمثرى عايزاها ما يقرب من 800 ساعه بروده، البكتيريا دي ادابتت حالا دلوقتي على 8 مئوي في مصر. لما جينا نشوف السلالات ونعزلها من التربه المصريه، كان من حوالي 15 20 سنه البكتيريا فعاله جدا لغايه 18 و22 مئوي، دلوقتي لا، بقت ادابتت على 8 مئوي اللي هي فتره البروده اللي الكمثرى عايزاها. كنت عايزه 800 ساعه بروده. انا عملت شغل وهناشد دور محمد نتعاون مع بعض في دي. وصلنا لحاجه اسمها سبريسف سويل يا دكتور حامد. بمعنى ان من التربه نفسها المضادات الحيويه النبات ياخده جهازي بميكانيزم اسمها الصار. فبقى كل الدوابر اللي هتدي فاكهه او تدي ثمار كلها بقى فيها مضاد حيوي طبيعي. اصل التربتوفان زي ما الدكتور محمد قال كده اشار في التسميد، اللي هي حته الدراسه ان انا برش زنك قبليها من نص 11 او من اول 11 عشان ادفع النبات ان هو يقدر يقاوم البكتيريا دي طبيعي. وبقى تخصص بايو كنترول فعال، يعني مكافحه حيويه فعاله، ونقدر نحمي المستهلك المصري. يعني طلع الترند يا دكتور حامد للاسف، يعني بعض الاطباء البيطريين بقى يوصل المزارعين، واكيد دكتور محمد شاف كده،
يقول لهم رشوا مضادات حيويه من 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 البيطري، يعني تلاقي شجر الكمثرى بيترش يا دكتور حامد ببرامج خمس ست رشات مضادات حيويه ما انزل الله بها من سلطان. طب دكتور محمد، دكتور محمد بعد اذن حضرتك، حضرتك بتتكلم في في موضوعات والحقيقه وعناصر مهمه جدا ما ينفعش فيها مداخله، يعني حضرتك تشرفني في حلقه ونتكلم بالتفصيل، وطبعا انا عارف خبره حضرتك العلميه والعمليه في نفس الوقت، يعني يا ريت حضرتك تشرفني ان شاء الله، ويا ريت بعد اذنك لو امكن السبت القادم يبقى كتر خيرك عشان نستكمل هذا الموضوع وموضوعات اخرى. ضيفك الكريم دكتور محمد جدا والله انا مبسوط بالحلقه جدا، انا مبسوط بالحلقه جدا. طيب يعني حضرتك معايا السبت القادم ان شاء الله؟ وعد السبت اللي جاي عندك، وعد ان شاء الله. شرف لينا يا دكتور محمد. عايز اضيف حاجه للدكتور محمد. ربنا يخليك. بشكرك جدا يا دكتور محمد، وانا سعيد جدا بهذه المداخله للاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم استاذ امراض نبات بجامعه السادات، لان ما عنديش وقت. لو تعليق سريعا. الدكتور محمد فتحي سالم هو قيمه وقامه ومنتهى الامانه، شخصيات بصراحه يمكن انا متابعه لسه حلقه قريب قوي، يعني كانت من ثلاث ايام في التلفزيون، وهو يعني حاط ايده على الجرح. احنا بنشتغل مع موضوع اللفحه بايه؟ باختصار شديد هم اربع مضادات حيويه بيطريه بيشتغلوا بيهم، جنتامايسين، الاوكسيتراسايكلين، ستريبتومايسين، ومعهم الفلوموكوين. الاربعه دول هم الشغل بتاعهم. يا اما بلجا للجزء الثاني عشان اقاوم اللفحه وانسى ما حصلت، دي حاجه ثانيه، دي مضادات حيويه. ببدا الجا لحاجه اسمها اتيلات بكتيريا. الاتيلات البكتيريا عباره عن اوكزالينيك اسيد، ودي اسامي كتيره تجاريه كتيره، يعني بدون دخول الاسامي عارفها انا كويس طبعا. بنشتغل بها على اساس انها تقتل البكتيريا. احنا همتنا والبرنامج اللي عمله قسم بحوث الفقر المستقطه اللي انا بقوله دلوقتي او بسرده دلوقتي هو هذا البرنامج، ان انا اقاوم اللفحه زي زراعيا او بمعاملات بستانيه، ان انا اقصر فتره التزهير على قد ما اقدر، ولما بقصر فتره التزهير وبقى عندي عقد انا هربت من اللفحه. المشكله ان اللفحه مشكلتها انها ما بتجيش الازهار وبس، دي بتيجي للعقد الصغير والعقد الكبير. المشكله في اللفحه مش كده بس، اللفحه كنا قبل كده بنتكلم في 25 درجه مئويه حراره ورطوبه 80%، بقت عند 17 و18 درجه بتيجي لفحه، وعند رطوبه 60% بتيجي لفحه. فلو هربت من اللفحه واتعمل البرنامج ونجحنا في ان نهرب من اللفحه، بنبقى هربنا من اخطر حاجه بتقابلنا. طيب انا الموضوع، انا عارف يعني حضرتك يعني الموضوع كبير، انا فاضل لي دقيقه واحده وكنت عاوز اجاوب على محمد. دقيقه واحده ايه؟ ما هو انا كنت عاوز اجاوب على محمد اللي اتصل من نوفيه بيقول انا عاوز اعمل يعني ازرع كمثرى، اعمل ايه؟ مشكله الكمثرى في الاراضي القديمه مشكلتها الوحيده، احنا بنقول عشان هي مشكله اللفحه، زي ما دكتور محمد يمكن اتفضل وقال، قال ان المنوفيه اذت السنه دي بمنظر غير عادي. طبيعه الارض، الارض طينيه، لما بتنزل المطره بتمسك الميه وبترفع الرطوبه بمنظر غير عادي. هو الزراعه في الاراضي الجديده طبعا انجح بكتير، عشان يحقق التارجت بتاعه ده يتحقق ان هو يزرع في اراضي جديده يبعد عن ارض المنوفيه، يعني يبعد عن الاراضي القديمه بصفة. الاراضي القديمه يعني لان بيتاخر فيها كمان، كسر السكون بيتاخر، الموسم يعني الموسم الخضري بيمتد لفتره طويله، يعني فداني يحقق الربحيه العاليه اللي حضرتك قلتها في الاراضي الجديده. احنا بنتكلم في ايه؟ بتكلم في شجره عمرها من 6 لـ7 سنين بتبدا تحقق الكلام ده. طب شجره الكمثرى، شجره الكمثرى لو اعتنيت بيها، انا بقول عليها الشجره الاصيله، لو اعتنيت بيها تديك تقعد معاك 40 سنه بس اعتني بيها، بس تديني انتاج بعد قد ايه من الزراعه؟ بدايه الانتاج بيبدا معاه من السنه، يعني هنقول بعد 3 سنين بتديني بشاره 20%، 4 سنين تبدا تديني في حدود 40%، 5 سنين تبدا تديني 70 و80%، وبعد كده ابدا اخد الفول كروبنج او المحصول الكامل. للاسف الوقت انتهى. انا عارف ان حضرتك موسوعه، وانا عارف ان في يعني موضوعات كتيره يعني، لكن ان شاء الله في وعد يبقى في لقاء تاني بعد اذنك يا دكتور محمد. يعني بامر الله وعد وشرف لنا ان شاء الله. شكرا. يعني انا سعيد جدا بهذه المعلومات الثريه من ضيفي العزيز، وطبعا اكيد كل مزارعي الكمثرى استفادوا من هذه الحلقه، وزي ما احنا خدنا وعد على الهوا ان شاء الله ضيفي في الحلقه القادمه الاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعنا ان نتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الاستاذ الدكتور محمد محمود مدير معهد البساتين الاسبق. بشكرك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا. زي ما حضرتك بتختم بحاجه انا بعشقها، انا برضو بحب اختم يعني اللقاء ده بحاجه،
بقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك ولي ذلك. يا رب يا رب. شكرا دكتور حامد. اشكركم ايضا اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم امين. الى ان القاكم في اللقاء القادم بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.